السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم في قناة ايمان ارتيزان، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. ماما لا خلي دخلنا شويه البرد للدار بلا ما نسدو الكراج. اي تبلان نوني تكلو الكراج المغرب كاع كيصدو من التليفون. ماما المهم البنات، في الفيديو غنشارك معكم واحد الخرجه مع ماما وبابا وليداتي والزوج ديالي. غنتلاقاو مع صاحبتي والعائله ديالها في هذا البارك اللي زوين بزاف بزاف، اول مره غادي نمشيو ليه. بحال هذا النوع ديال الفيديوهات كيعجبوا بزاف البنات اللي كيكونوا هكا جدادات، وحتى البنات اللي كيكونوا قدامات في امريكا، يعني خصوصا في ولايه فيرجينيا ولا الولايات اللي قريبه، بحيث يعني الواحد كيشوف بلايص مختلفه، كيقدر شي بلاصه باقي ما مشاش ليها ولا كيبغي يعرف بلايص. فملي كنشارك معكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات يعني كتقدروا تستافدوا وتعرفوا بلايص فين تقدروا تمشيو. وهذا البارك عجبني بزاف بزاف، فغادي نصوروا لكم وتشوفوا كيفاش داير. بنات دابا كتكن المونتاج في هذا الفيديو كنركب الصوت حتى بدات خدامه هاد الروبو هادي اللي نفعتني بزاف. كيف كتلاحظوا دابا تسعود حقها مع تسعود باش تبدا خدامه مع تسعود، يعني مع تسعود كتصبح كتبدا تخدم راسها، غير هي خصها هكا في الليل ضروري خصني نقي ليها هكا الارضيه، ما نخليش الالعاب ديال ولادي ولا شي حاجه في الارض، باش الا خدمات مع الصباح تلقى الارضيه خاويه. كتلاحظوها هي بركة خدامة وانا باكا كنمونطي، عرفتي تبدا خدامة قفزتني هذا عرفت راح كره هي يعاوتاني. ايوا نشارك معكم عاد نكمل معكم فيديو. هذه كنت خديتها من كوسكو، راه كيكونوا في بزاف بلايص. انا هذه كنت خديتها من كوسكو، كتجي مع هذاك هذاك اللي كيجي معاها كتخوي فيه الزبل راسها، يعني ما كتحتاجيش تخويها، كتهزي منه هو كتخوي منه بحيت كيهز كثر. مهم غير حاجة نشاركها معكم بسرعة ونكمل معكم الفيديو. عطينا احنا هنا، عطينا هنا العنوان، عطينا هنا ولكن البلاصه في الصوره الكره ماشي هنا العنوان، عطانا بحال دخله اخرى بحال الشكل ديال الفيرما، ولكن هي خصك تبقى غادا نيشان ما تدورش على اليمين كيما عطي العنوان جي بي اس، كيما عطي الجي بي اس. هذا برنس ويليام، هنايا الليك، الليك كبير ما شاء الله. وهي سايب يا قال لك هنا دور على هاد براون، دور على اليمن هنا يا دور هنا يا. يلا ماما الشريف والشريفة حاج وحاجة ان شاء الله ان شاء الله. رجع بابا القبض ديالك الله عاد ماما غزالة. يلا ماما يلا. صلي على محمد، صلي على لما ذكر محمد لا خير بالنسبة لهذا البارك البنات. من بعد الباركين كتلقاو هاد الطريق هادي، كيف كتلاحظوا ما يمكنش تدخل منها الطوموبيله، وكاينه واحد الجبده ديال الطريق باش توصلوا البلاصه ديال البيكنيك. بالنسبه لواحد اللي كيقدر يتمشى كتجي المشيه زوينه، كيقدر يمشي في هذاك الطريق، ولكن بالنسبه لماما انا يعني ما كانش حتقدر تمشي فيها. في الاول تبرزتنا ما عرفناش كيفاش غادي نديرو، حتى عندنا كنفكروا نرجعوا، ولكن من بعد لقينا واحد الحل اللي دايرينه في هذا البارك. اتصلنا بالبارك وقلنا لهم على الوضعيه ولقينا واحد الحل. هادشي باش عجبني هاد البارك بزاف لانه مجهز. المهم خليكم معايا باش تشوفوا شنو درنا. راه كتحيد ولكن كاين شي حل، لا خاصني نزل السكيورتي هادي.
ماشي عاجي وحيد. لا لا خاص حيد لك سيكوريتي. لا انا قال لك عاجي اجي اجي عاجي شي حد باش يا كاين شي حل. احنا عندوك اختي نختي حنا نمشيو نخليو ماما ورانا ما يمكنش. احنا كل حاجه ليها حل. عيطنا للبارك وقلنا لهم راه عندنا شي حد اللي ما يقدرش يتمشى بزاف وقال لنا حنا جات هاد الكروسه قال لك حنا غنجيو عندكم الباركين. المهم عديونا حتى لتما حنا صدقنا رابحين سقتي نافعنا حتى حنا كما نضربوا الطريق. انا غير نجيب الحكايه قلت المره الجايه الله يحفظك الله يشافيك الله يشافيك امين. All the way. All the way. Yeah, keep going right, right side. Right, please. Yeah, yeah. كيف كيشوف فيا صيد كل كل رجع عندي بحال نوع بحال ادم رجع يطلع لي كل ربعها. Good service. ادم other one the other one يحيى. You miss the fun, yeah, yeah. Friendship. زوينة هنا كاين هنا مظلال كاين بلاصة ديال الدراري فين يلعبو كاين اللي كل هاد الجي زوين الصراحة. يحيى إناف إناف يزيد تو ستوب. كاين هاد البلاصة هاد البلاصة الدراري يلعبو كاين هاد البلاصة. Guys, ak, no, no, check first. Don't play when you're eating, ak. And ha, betish. Shkwe te tuma shwe phal phali ulad kum kibo shia klo a. Finish it, Awldi. Then let me take those skewer. Then I can go. Namor ate fuk al faha. نوع عجبت عجبت طموطه الشي عندهم هنا فين تشوي لابد تشوي كبيره تبارك الله ولكن حنا جبنا ديالتنا غنشوي غير في هادي ما شاء الله بسم الله. تصوري خلاتها مرت هادي موتنا مريم قالت ماما وإيمان حطت شي فيديو بغينا نشوفو شنو درتو في العيد. شكون مسكينه مسكينه كتشوف دابا ماما كتشوف فيديوهات ماما كلشي دابا كيتفرج فيديوهات ديالي حيت ماما كاينه. لا راه من قبل ديما خوتي كيديروا فيديوهات ديالي وكيوروني في التلفازه كيتفرجوا فيه في التلفازه كتشوفوني وي كامل كتشوفوني عارفه الخباري دابا عارفه الخبارك خلا ما كنشاركوش كلشي راكي عارفه ضروري يعني واحد كيشارك واحد 25% من دابا خصنا شي حاجه ايمان لا قلت لك زعما حتى تورين عاد اتاي عيجي بعقلو عندك العلو كي جلسة في البارك الحمد لله هذا مبرد هنايا مظلل
هذه ما شاء الله جات معاك على وزينات لك افلا بلي نو افلا بلي هذا العمي كله كيبدا يدير ليا كلاب غميضة لا محلوش محلوش بالاول بالخضره الاولى جات محلوه بزاف من بعد جاني يا جا مزيان جا واعر يلا ها راهي نكمل يطلع العمليه صافي كملنا دابا غنمشي نتمشى شويه بغيت ندوز غير من حدا البحيره اللي كاين هنا نشوف كيفاش داير الجو فيها حبتي واحد الجو غزير في هذا البارك اول مره نجي ليه زوين بزاف عجبني المهم تنشارك معكم العنوان ديالو ان شاء الله تشوفوه نتومايا زوين هكا ديروا فيه بيكنيك ديروا فيه باربيكيو هكا يلعبوا فيه الوليدات ديروا فيه بزاف البلايص فيه كيلعبوا الوليدات الدراري يعجبهم الحال خلوهم يلعبوا ما شاء الله الله يحفظهم المهم ماما تيعجبها الحال بابا يعجبو الحال المهم انا ندير لكم حطه ورا تشوفوا نيت البلاصه ديال تليك الناس جالسين بزاف هاد الجهه الجهه اللي كنا جالسين فيها حنا كانت كنا في بلا بوحدنا كاينين شي وحدين ديال هنا شي حفله يمكن لكم يعني تريزيرفيو هذاك البلايص اللي كيكونوا مغطين ديروا فيهم حفلات صراحه زوين عجبني انا ندور لكم كاميرا تشوفوا الجهه جينا ناخدو هادي باش نمشيو نديوها باش نمشيو نجعل البركة صافي أنا جيت لهنا صافي غنرجع فيها and help her mama to go up. Yeah, of course. Thank you.
يلا ديروا يا ختام في الفيديو اختفوا لي الفيديو يلا با. كل واحد فيكم يقول تحية يلا المشاهدين ماما كنقول لك كتشق بالضحك المشاهدين احمد داي معاهم شي دعيوه رزقنا الخير يا راه مره اخرى بلاصه ثانيه ما كنعرفش ندير لا انت بالعكس عيباتك دعي انت يلا قول دعيوه ديو لك بابا تقول يلا السلام عليكم كي دايرين بخير كلشي لاباس نتمنوا كلشي خير ان شاء الله الرحمن الرحيم والله يخرجوا الخير في وليداتكم والله يجعل هذا العيد هذه الدعوه اللي كيقول لك تعجبني يكون عليكم وعلى الامه الاسلاميه جمعاء بالصحه والسلامه والرزق والخير في الوليدات ان شاء الله الرحمن الرحيم يا ربي امين يلا الله يحفظكم يلا في امان الله في امان الله السلام عليكم وبالنسبه للبنات اللي كيبغوا ثيرموميكس هنا في امريكا فانا عدت مستشاره لبيع ثيرموميكس فلي عندكم اي سؤال او بغيتوا تشريوا ثيرموميكس مرحبا والف مرحبا تواصلوا معايا عبر الرابط اللي كاين في صندوق الوصف وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وخليوا لي لايك وخليوا لي تعليق وديروا بارطاج الفيديو مع صحابكم وحبابكم باش القناه ديالي وديالكم تزيد تكبر بكم وبهم تمام قال يعني نقول لكم السلام عليكم في امان الله وشكرا جزيلا لكم كيفاش تقدروا ديروا اوردر من الموقع تاعي عبر التليفون ديالكم كتدخلوا www.imanartisan.com وغادي يطلع لكم الموقع تاعي على هذا الشيء غادي تمشيو لهاد ثلاثه الشاطات في الاعلى واختاروا القائمه الخاصه بالمنتوج اللي بغيتوا مثلا اختاريت وود ارتيزان اللي فيها كل ما يتعلق بالزواقه اختاروا الشكل والحجم والعدد اللي بغيتوا ديروا اد تو كارت يمكن لكم ديروا تشيك اوت الى ساليتوا او يمكن لكم ديروا كونتينيو شوبين الى مازال باغين تزيدوا شي حاجه يمكن لكم تختاروا الاكسسواريز اللي كتماشى مع الشكل اللي اختاريتو عبر كتابه الارقام اللي مرافق عليه مثلا الزواقه اللي اختاريت رقمها 001 كيطلع لكم كل ما كيتماشى معها بحال التكايات طوابل الثمانيات والقنات الى درتو تشيك اوت كتطلع لكم هذه الصفحه كتدخلوا فيها المعلومات تاعكم وكديروا كونتينيو تو شيبين ومن بعد كيطلع لكم الثمن تاع الشحن اللي يقدر يكون فري شيبين الى الاوردر تاعكم فات 70 دولار من بعد كديروا كونتينيو تو بايمنت وكيطلع لكم هذه الصفحه فين كيمكن لكم تدخلوا المعلومات ديال الديبيت او الكريديت كارد تاعكم يمكن لكم تختاروا بيبال او شوب باي ومن بعد كديروا باي ناو ومن بعد كيوصلني الاوردر تاعكم وكندير ليه باكين وكنرسلو لكم وكل فعل وشكرا جزيلا لكم